عبد العزيز حفظه الله. أيها السادة المشاهدون، المملكة العربية السعودية بقيادتها الرشيدة الحكيمة كلها العزة والرفعة والتقدم، المملكة العربية السعودية أيها السادة، ومن منطلق قوتها ومكانتها تستقبل اليوم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تستقبله وهي تتطلع إلى أهمية هذه الزيارة بمثل ما ترسمه من أهمية لجميع شعوب ودول العالم. أيها السادة، الترتيبات اتخذت هنا على مختلف المستويات استعدادا لوصول فخامة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، بينما أخذ أيضا مصور الصحافة ووكالات الأنباء العالمية أماكنهم على أرض المطار لأخذ اللقطات والصور التذكارية لهذه الزيارة التاريخية لفخامة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في بدء زيارته للمملكة العربية السعودية. اتخذت كل الاستعدادات هنا قبل وصول طائرة الضيف الكبير والذي سيكون على رأس مستقبل فخامته جلالة الملك خالد بن عبد العزيز حفظه الله، والذي وصل قبل قليل إلى مطار الرياض. أيها السادة، الميكروفون في موقع آخر. أيها السادة، أهلا وسهلا بكم إلى موقع آخر في هذا الاستقبال الكبير لفخامة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر. معنا الآن حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، لنتوجه إلى سموه الكريم بسؤال بمناسبة زيارة فخامة الرئيس جيمي كارتر للمملكة لجلالة الملك المفدى. ما هي المواضيع التي يمكن أن يتطرق إليها البحث في هذه الزيارة، وما هي توقعات سموكم لذلك؟ هذه الزيارة كما تعلم هي ثاني زيارة لرئيس الجمهورية الأمريكية، لرئيس جمهورية أمريكية للمملكة العربية السعودية، وبطبيعة الحال لها أهمية خاصة لأجل هذا السبب، وهي في نفس الوقت أول زيارة للرئيس جيمي كارتر للمملكة العربية السعودية، فتزداد أهميتها لأنها ستشمل على أول لقاء بين جلالة الملك خالد بن عبد العزيز وفخامة الرئيس. تأتي أيضا هذه الزيارة في فترة دقيقة جدا بالنسبة للأوضاع في الشرق الأوسط وما يحف من قضية الشرق الأوسط، فستشمل أكثر ما تشمل عليه هذه الزيارة من مباحثات موضوع الشرق الأوسط في تصوري. كذلك أعتقد أنها ستتيح الفرصة لجلالة الملك ولفخامة الرئيس لاستعراض الأوضاع عموما بالنسبة للعلاقات الثنائية والأوضاع الدولية في شتى أنحاء العالم. شكرا جزيلا. هكذا أيها السادة تحدث صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، ونحن في اللحظات التي تسبق وصول طائرة فخامة الرئيس جيمي كارتر، وقد وصل منذ لحظات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وكبار الرسميين السعوديين من حضرات أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار رجال الدولة والمسؤولين فيها من مدنيين وعسكريين، واتخذت الاستعدادات أهبتها النهائية لاستقبال فخامة الرئيس.
والآن أترك الميكروفون لينتقل إلى زميل آخر. أيها السادة، وكما استمعتم إلى حديث صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، حيث أشار سموه إلى أهمية هذه الزيارة وطبيعة المباحثات التي ستجري بين جلالة الملك خالد بن عبد العزيز حفظه الله وفخامة الضيف الكبير. أيها السادة، حرس الشرف أخذ مكانه في زيه الجميل على أرض المطار، ومن خلفهم فرقة موسيقى الحرس الملكي، وقد استعدوا لتأدية دورهم في هذا اليوم التاريخي الذي تستقبل فيه المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا، فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جيمي كارتر. أيها السادة، إننا نتطلع بكثير من الثقة إلى أهمية هذه الزيارة التاريخية، والميكروفون الآن في موقع آخر. أيها الأخوة المشاهدون، ويسرنا الآن أن نلتقي بمعالي الشيخ أحمد زكي يماني وزير البترول والثروات المعدنية. معالي الوزير، تأتي زيارة فخامة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في وقت تكون مسألة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية بأهمية بارزة. هل لمعاليكم أن توضحوا موقف المملكة من الإنتاج على ضوء العلاقات السعودية الأمريكية بصفة خاصة؟ الواقع أن الإنتاج لا يعتبر في الوقت الحاضر من الأمور التي تدخل في صميم العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، ومع ذلك فنحن نتعاون مع أمريكا في مجال الطاقة في كثير من المجالات، ونفعل ذلك بوحي من إيماننا بأننا جزء من العالم الحر، وأن ما يصيب هذا العالم سيصيبنا، وكل ما نفعله ينبثق أساسا من المصلحة السعودية في الأمد القريب والأمد البعيد. معالي الوزير، هذا ما يتعلق بالإنتاج. بالنسبة للأسعار على المستوى العالمي، ما هو موقف المملكة؟ بالنسبة للأسعار، لقد نجحنا في أن نجمد أسعار البترول لهذا العام إن شاء الله، وذلك بغية مساعدة الاقتصاد العالمي على الاستمرار في حركته نحو الصعود إن شاء الله. شكرا معالي الوزير. والآن أيها الإخوة، يعود الميكروفون إلى مكان آخر وإلى زميل آخر. أيها السادة المشاهدون، وفي سلسلة اللقاءات التي يجريها التلفزيون في هذا اليوم، تحدث معالي وزير البترول والثروة المعدنية الشيخ أحمد زكي يماني، معلقا على أهمية هذه الزيارة فيما يتعلق بالنفط، ومسألة الطاقة وأهميتها في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وضح معاليه أيضا
الموقف بالنسبة لإنتاج المملكة العربية السعودية من البترول على ضوء العلاقات السعودية الأمريكية بصفة خاصة، وموقف المملكة بالنسبة لموضوع الإنتاج والأسعار على المستوى العالمي. أيها السادة، فرقة موسيقى الحرس الملكي تعزف مقطوعات موسيقية في اللحظات التي تسبق وصول الطائرة المقلة لفخامة ضيف البلاد الكبير الرئيس الأمريكي جيمي كارتر والوفد المرافق لفخامته. في هذه اللحظة أيها الإخوة، يصل حضرة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء إلى مطار الرياض حيث يشارك سموه الكريم في استقبال فخامة ضيف البلاد الكبير الرئيس الأمريكي جيمي كارتر. أيها السادة، والتلفزيون الذي يسعده أن ينقل لكم وقائع هذا الاستقبال الكبير حياً وعلى الهواء مباشرة، يرقب الآن لحظة وصول الطائرة المقلة لفخامة ضيف البلاد الكبير الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، والميكروفون مع زعيم آخر ليصف لكم أيضا اللحظات التي تسبق وصول طائرة فخامة الرئيس الأمريكي. أيها الأخوة المشاهدون، من مطار الدولي في الرياض أحييكم أطيب تحية، حيث يصل بعد قليل صاحب الفخامة الرئيس جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، وحيث يقوم فخامته بجولة هادفة لعدد من الدول. وتأتي زيارة فخامته والوفد المرافق لمملكتنا العزيزة وما سيجري خلالها من مباحثات مع جلالة الملك خالد بن عبد العزيز المفدى وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز وكبار المسؤولين في الدولة. تأتي هذه الزيارة مستهدفة توثيق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين بما يعود بالنفع والخير عليهما، وما سيتم من بحث لمشاكل هذه المنطقة الحساسة من العالم، منطقة الشرق الأوسط، وما يمكن أن يتحقق لها من حلول عادلة وشاملة. في مقدمتها قضيتنا العادلة، قضية العرب والمسلمين، قضية الأرض الغالية على قلب كل مسلم وعربي، قضية فلسطين وحقوق شعبها وما قاساه من محن شديدة ومعاناة أليمة، متلمسا طاقات الفرج وفتحات الأمل، مشعة من ربوع هذه الأرض الطاهرة
الأرض المقدسة، الأرض الشقيقة الغالية لأرض فلسطين، ألا وهي أرض الجزيرة العربية التي تتوق شوقا وحنانا لعناق شقيقتها في أرض أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين بعد عودتها إلى واقعها ووضعها الصحيح لأهلها الشرعيين المبعدين عنها بغير حق ولا عدل. وعندها أيها الإخوة يلتم الشمل وتتصافح أيدي الإخوة الأشقاء عاملة على رفع البناء والتعمير فوق ثرى هذه الأرض الطيبة المعطاء، الأرض العربية الغالية، وليتحقق الخير والرخاء وليعم النفع كل شبر من أرضنا العربية المجيدة. أيها الإخوة، هي لحظات يترقب خلالها كل الحاضرين هنا في هذا المكان وصول فخامة ضيف البلاد الكبير الرئيس الأمريكي جيمي كارتر والوفد المرافق لفخامته، وحيث قد وصل إلى مطار الرياض الدولي قبل قليل حضرة صاحب الجلالة الملك خالد بن عبد العزيز المفدى وحضرة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني وعدد من حضرات أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين أو عسكريين. أيها الإخوة، وأترك الميكروفون الآن إلى زميل آخر. أيها السادة، كما نقل لكم الزملاء عن هذا الاستقبال الكبير الذي تستقبل به البلاد ضيف حضرة صاحب الجلالة فخامة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، بما عرف عن المملكة العربية السعودية من حفاوة وإكرام لكل ضيوفها، ونحن اليوم في نقلنا لهذه الصورة الرائعة لهذا الاستقبال الفريد، فإنما نعطي صورة عن ما يجري من حفاوة بضيف البلاد الكبير. أيها الإخوة المواطنون، على امتداد الشارع الذي سيسلكه موكب حضرة صاحب الجلالة الملك خالد بن عبد العزيز وفخامة ضيفه الكبير، اصطف عشرات الألوف من المواطنين الذين قدموا من كل مكان ليحيوا ضيف البلاد، ضيف جلالة الملك المفدى. نحن إذا عدنا قليلا إلى ما يحكم العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على امتداد الزمن، فإننا نجد شيئا عظيما من متانة العلاقات وفق المصالح المشتركة لكل البلدين، وفي هذه اللحظات أيها الإخوة تهبط طائرة
فخامة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، ولعل صوت محركاتها بدأ يترامى إلى مسامعكم، وتمر الآن لتأخذ دورتها لكي تعود لتقف في المكان المخصص لها. كما وصف لكم الزملاء داخل ساحة المطار اصطفت ثلة من حرس الشرف من الحرس الملكي، ووضعت منصة مغطاة ببساط أخضر ليقف عليها الزعيمان جلالة الملك خالد بن عبد العزيز وفخامة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، وفرش البساط الأحمر من امتداد سلم الطائرة حتى مدخل الصالة الملكية، وبدأت الاستعدادات. ويأخذ الآن جلالة الملك خالد المفدى طريقه إلى حيث ستقف الطائرة ليحيي ضيفه الكبير، يصحبه حضرة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز، واتخذت الترتيبات الرسمية، واصطف الرسميون من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار رجال الدولة وكبار قادة القوات المسلحة. أيها الإخوة المواطنون، لحظة من اللحظات التاريخية التي شهدها مطار الرياض على امتداد عظمة ومتانة العلاقات السعودية مع كل دول العالم، وها نحن اليوم نشهد استقبالا عظيما لفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية التي تربطها بالمملكة العربية السعودية روابط التعاون وروابط تاريخية من حسن الثقة وتبادل المنافع. جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي ولي العهد وصاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء النائب الثاني ورئيس الحرس الوطني يأخذون طريقهم إلى حيث ستقف الطائرة، والاستعدادات على أهبتها، والكل يحيي جلالة الملك المفدى ويحيي ضيفه الكبير. لا تزال الطائرة تقطع طريقها إلى المكان المخصص لوقوفها، وعشرات الصحفيين الذين قدموا من أنحاء العالم لتغطية هذه المناسبة التاريخية يقفون على المنصة التي جللت ببساط أخضر، ويقف عليها مصور التلفزيون والسينما والصحافة وكل الترتيبات بلغت ذروتها الآن، وتقترب الطائرة رويدا رويدا من المكان المخصص لها. وأترك الآن للزميل الآخر لكي يتحدث إليك. أيها الأخوة المواطنون، وشيئا فشيئا تقترب الطائرة المقلة لفخامة ضيف البلاد الكبير فخامة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر إلى حيث المكان المخصص لوقوفها، حيث يستقبل فخامته من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك خالد بن عبد العزيز حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز ولي العهد
ونائب رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وسعادة الشيخ عبد الله النعيم أمين مدينة الرياض. أيها الأخوة، يفتح باب الطائرة الآن، وبعد لحظات ينزل فخامة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر والوفد المرافق لفخامته، وفي لحظة ترقب من وكالات الأنباء والصحافة ومصوري التلفزيون تستعد الكاميرات لالتقاط نزول فخامته من الطائرة المقلة له ولوفده المرافق، بينما يصعد الآن سعادة السفير الأمريكي والشيخ أحمد عبد الوهاب رئيس المراسم الملكية للترحيب بفخامة الرئيس الأمريكي قبل أن يأخذ فخامته طريقه إلى خارج الطائرة. أيها الأخوة، إنه يوم تاريخي مشهود في تاريخ المملكة العربية السعودية، ونحن نستقبل اليوم ضيفا كبيرا هو فخامة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في بدء زيارة رسمية لهذه البلاد. حيث ينظر العالم بكثير من الاهتمام إلى نتائج هذه الزيارة التاريخية لفخامة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر وما ستسفر عنه. الآن في هذه اللحظة أيها الأخوة، ينزل فخامة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر وقرينته، بينما تطلق المدفعية 21 طلقة تحية لفخامته، ويصافح فخامة الرئيس الأمريكي جلالة الملك خالد بن عبد العزيز حفظه الله، ويرحب جلالته بفخامة الرئيس الأمريكي كما يصافح صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. كما يصافح جلالة الملك خالد بن عبد العزيز حفظه الله أعضاء الوفد الأمريكي المرافق، ويأخذ جلالته الآن طريقه وإلى جوار فخامة الرئيس الأمريكي لتفقد حرس الشرف، وقبل ذلك تعزف فرقة موسيقى الحرس الملكي السلمين الوطنيين الأمريكي والملكي السعودي. أيها الأخوة، والميكروفون مع زميل آخر. أيها الأخوة، ويتجه الآن جلالة الملك خالد بن عبد العزيز المفدى وفخامة ضيفه الكبير الرئيس جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى حيث المنصة الرئيسية
وحيث ستعزف بعد قليل فرقة الموسيقى السلامين الوطنيين للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس أرحب بفخامتكم في بلادنا كصديق عظيم، وأشكركم على الجهود التي بذلتموها لإيجاد حلا عادلا ودائما لمشكلة الشرق الأوسط، وأتمنى لفخامتكم إقامة طيبة في هذا البلد الصديق وتوفيقا في رحلتكم وفي مسائكم الحميدة. السلام عليكم. Mr. President, I welcome Your Excellency in our country as a great friend, and I thank you for your efforts to find a just and lasting solution for the problem of the Middle East. I wish Your Excellency a pleasant stay in this friendly country and success in your trip and commendable endeavors. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. You want to translate one? Assalamu alaikum. Peace be unto you. The primary purpose of my trip and this visit is peace. الجملة الأولى لا حاجة إلى ترجمتها، فقد نطق بها بالعربية الفصحى السليمة، السلام عليكم. ثم قال فخامة الرئيس إن الغرض من جولتي هذه ومن زيارتي هذه هو السعي نحو السلام. The first meeting between the leaders of Saudi Arabia and the United States of America was when President Franklin Roosevelt came to the Gulf of Suez to meet with King Abdul Aziz. لقد كان الاجتماع الأول بين زعماء البلدين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية
هو ذلك الاجتماع الذي عقد في خليج السويس بين المغفور له جلالة الملك عبد العزيز آل سعود والرئيس الأمريكي فرانكلين ديلانو روزفلت. This friendship has now grown to encompass the millions of people in our two nations. وقد نمت هذه الصداقة بحيث نراها الآن وقد استوعبت ملايين البشر من أمتينا وشعبينا. We work together now and we plan together for the future. إننا نعمل سويا الآن ونضع الخطط بالتعاون فيما بيننا نحو المستقبل. The ties which bind us together are strong and unbreakable. إن العلاقات التي تربط بيننا علاقات قوية لا تقبل الفصم أو الكسر. Although our time here is all too brief, I have already learned much from Crown Prince Fahd, Prince Saud, and other leaders from Saudi Arabia who have recently visited me in my own country. ومع أن مقامنا هنا لن يستغرق إلا وقتا قصيرا إلا أنني أقولها بصراحة لقد تفهمت الكثير عن هذا البلد الطيب وشؤونه من حضرة صاحب السمو الملكي الأمير فهد حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سعود ومن الزعماء الآخرين الذين شرفوني بزياراتهم. Now I am glad to meet with your majesty for a close consultation on matters of great mutual interest to our people. والآن يشرفني يا صاحب الجلالة أن أكون هنا في حضرتكم للتشرف بالتحدث إليكم والتشاور مع جلالتكم في أمور حيوية هامة تهم بلدينا. As your majesty has already said, a most important subject which will be discussed is the early achievement of a just and lasting peace in the Middle East. وكما سبق أن قلتم يا صاحب الجلالة فإن الذي سيكون في قائمة ما سنتدارسه إن شاء الله هو الموضوع الذي ذكرتموه وهو السعي نحو إيجاد حل عادل سلمي ومقيم للشرق الأوسط. I recall the traditional Arabic welcome, أهلاً وسهلاً. It is beautiful and simple. And my understanding is that it means you are among your own people. And your steps will be unhindered. وأستذكر الآن التحية العربية الأصيلة وهي أهلا وسهلا وقد لفظها فخامته بالعربية كما سمعتم. هذه التحية التي جاء من شرحها لي بإسهاب وفهمت من الشرح أنها تعني قدمتم أهلا ووطئتم سهلا بمعنى آخر أنتم بين أهلكم وأقربائكم أو اعتبروا نفسكم كذلك وأنكم في بلدكم الثاني وأن خطاكم لن يكون لها معيق. Seeing the generosity of this welcome, I feel that I am among my own people and know that my steps will not be hindered because I walk the same path as your majesty King Khalid toward a common goal of even greater friendship among our people, between our two countries, and of peace for all the people of the world. وإنني أقولها الآن وأنا واقف هنا إلى جانب جلالتكم وأنا أشاهد هذا اللقاء الحار العظيم أنني فعلا أشعر وكأنني بين أهلي وبني جلدتي أنني فعلا أشعر وكأن خطايا لن يقوم لها معيق بقدرة الله ثم بجهود جلالتكم ورجالاتكم ذلكم لأنني أشعر صادقا بأن هذه الخطى ما هي إلا سائرة مع خطاكم حثيثة تسعى إلى تقوية الصداقة بين شعبينا وتسعى إلى جلب الخير والسلام إلى سائر أنحاء المعمورة. Your Majesty, we are glad to be in your great country. Thank you very much. يا صاحب الجلالة يسرني جدا أن أكون في بلدكم العظيم وشكرا لكم. هكذا أيها الإخوة ألقى جلالة الملك خالد بن عبد العزيز المفدى كلمة ترحيبية بضيفه الكبير و
رد على جلالته فخامة الرئيس جيمي كارتر بكلمة شكر. أيها الإخوة، إن الجهود المخلصة البناء التي يبذلها الرئيس الأمريكي جيمي كارتر وبما يتمتع به من ذكاء وعبقرية وإخلاص في العمل، يتطلع كل مواطن في هذا العالم الكبير لأن يعم الأمن والسلام ربوعه ولينعم بالاستقرار والتطور والازدهار. يتقدم الآن فخامة الرئيس جيمي كارتر من حضرات أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين، مصافحا كل واحد منهم ومعبرا عن سروره بهذه الزيارة التي يقوم بها للمملكة العربية السعودية، ومعربا أيضا عن تقديره وشكره لهذه الحفاوة التي قوبل بها من قبل المسؤولين في هذا البلد المضياف الكريم. وهم أيها الإخوة أيضا يرحبون بفخامته وبالوفد المرافق أجمل ترحيب، ويتطلعون إلى أن تسفر هذه الزيارة الميمونة عن نتائج خيرة، عن نتائج هامة يسعد في أعقابها كل مواطن على هذه الأرض، هذه الأرض الغنية، الغنية في كل شيء، الغنية بالرجال، والغنية بالمبادئ قبل كل شيء، المبادئ النبيلة السامية التي نحافظ عليها ونرعاها. ولئن كان اختيار فخامة الرئيس جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كان اختياره المملكة العربية السعودية لزيارتها وليتباحث مع قادتها لإيجاد الحلول العادلة والشاملة لهذه المنطقة الهامة من العالم، ولأن فخامته مدرك ومقتنع تماما بأن الرجال هنا يعملون بجد وصمت، يعرفون ماذا يريدون، الحق عندهم لا تهاون فيه ولا تفريط، المبادئ لديهم نبيلة سامية لا يحيدون عنها ولا يبتعدون. التروي والحنكة والحكمة من أبرز ما خصهم الله تعالى به، ليس من سياستهم التسرع والانفعال، وليس فيها أيضا المماطلة والتضليل. فنحن قوم صريحون واضحون، مبادئنا معروفة لدى الجميع، تطلعاتنا أيضا ظاهرة للجميع، نريد الخير لكل البشر ولا نرجو الشر لأحد من بني البشر، نعامل الجميع بالود والتقدير ونأمل منهم نفس التعامل. عدد كبير من مراسلي الصحف ووكالات الأنباء ومحطات التلفزيون في العالم يشاركون في التقاط الصور التذكارية لهذه المناسبة التاريخية، ويسجلون انطباعاتهم عن هذا اللقاء الهام الذي يجري على أرض المملكة العربية السعودية بين جلالة الملك خالد بن عبد العزيز المفدى وبين فخامة ضيفه الكبير الرئيس جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. أيها الإخوة، أترك الميكروفون الآن إلى زميل آخر.
أيها السادة، لعل الملفت للنظر هو تلكم الكلمات المتبادلة بين جلالة الملك خالد بن عبد العزيز وفخامة ضيفه الرئيس الأمريكي جيمي كارتر. لقد كانت الكلمتان تنطقان بما يعتمل في نفسية كل منهما تجاه المعنى الكبير الذي تسعى إليه البشرية بأكملها. لقد رحب جلالة الملك خالد بضيفه ترحيب العربي المسلم الذي دائما يكن لكل الشعوب ولكل أن يكون لهم علاقات قوية متينة كعلاقات المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في إطار من العمل لصالح الإنسان في كل مكان. وكذلك كانت كلمة الرئيس كارتر معبرة عن التقدير الكبير للعلاقات المتينة ونموها باضطراد بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. لقد كانت دائما العلاقات الأمريكية السعودية دائما إلى الأمام من أجل خير الجميع ومن أجل نمو المصالح المشتركة في إطار من التعاون الفعال. لعلكم تلاحظون أن السلام بين مستقبلي فخامة الرئيس ضيف جلالة الملك وكبار المسؤولين في الدولة من الرسميين من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين، ولعلكم تلاحظون الوقفات التي يقفها فخامة الرئيس كارتر مع مستقبليه. كل ذلك يتم في إطار هذا الاستقبال الكبير الذي تستقبل به المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا ضيف جلالة الملك فخامة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر. أيها الإخوة، إذا كنا نعود دائما للتاريخ في تقييم الاعتبارات الآنية بالنسبة لعلاقات الشعوب، فإننا نستمد من تاريخ العلاقات السعودية الأمريكية شيئا عظيما يجب أن يكون نموذجا فعالا لكل العلاقات بين الشعوب. إن العلاقات السعودية الأمريكية دائما تتقدم ودائما محورها التعاون ودائما محورها الاحترام، ولذلك نمت هذه العلاقات في هذا الإطار الذي تحرص عليه القيادة السعودية، كما هو حرصها الدائب والدائم والفعال والمستمد من عقيدتها الإسلامية تجاه كل الشعوب، بل وللإنسان وفي خدمته ونموه وتمتين علاقاته مع أخيه الإنسان في كل مكان. أيها السادة، هذه العشية التي تستقبل بها المملكة العربية السعودية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر هي لحظات تاريخية تجمع أقطاب البلدين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. ولو اتجهنا إلى تصريح صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في بدء نقل هذه الصورة الصوتية الحية لهذا الاستقبال من مطار الرياض الدولي، فإننا نجد تأكيدا على كل القيم التي تحرص عليها الحكومتان من حيث نمو العلاقات واضطراد هذا النمو والعمل للمصالح المشتركة، ثم خدمة القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تأتي في طليعتها بطبيعة الحال مشكلة الشرق الأوسط. بلا شك موقف المملكة العربية السعودية دائما يتسم بالوضوح والعمل لتحقيق الخير والرخاء للإنسانية ثم للأمة العربية والإسلامية، كما هو حرصها على مصالح الأصدقاء. أيها الإخوة،
في هذه اللحظات يتجه الزعيمان إلى داخل الصالة الملكية في مطار الرياض الدولي، حيث سيمضيان بعض الوقت في استراحة، ثم ليتناول بعض المرطبات والقهوة العربية التي تدلل على التقدير والترحيب، وهي كما قال الرئيس كارتر: كلمتنا ها هنا، أهلا وسهلا بضيوفنا وأصدقائنا. لا يزال الرئيس الأمريكي يصافح الآن كبار رجال القوات المسلحة في صحبة جلالة الملك المعظم في طريقهما إلى الصالة الملكية. أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان، ديدن المملكة العربية السعودية على الدوام هو الاحترام، الاحترام لكافة الشعوب ورؤسائها، فما بالك واليوم يزور المملكة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الصديقة للمملكة العربية السعودية، والتي تجمع بينهما مصالح مشتركة وعمل لخير البشرية كلها في كل وقت وآن، وفق مفهوم المملكة العربية السعودية المستمد من شريعتها السمحة من دين الإسلام. أيها الإخوة، وها هنا يصل الرئيس الأمريكي إلى مصافحة بعض أفراد الجالية الأمريكية العاملين في المملكة وموظفي السفارة الأمريكية، ولعلكم تشاهدون الحشد الهائل من المواطنين الذين أتوا ليعبروا عن التقدير والاحترام والحفاوة لضيف المملكة العربية السعودية. كما أسلفنا لكم، شهد مطار الرياض في هذا اليوم في سلسلة ما يشهده باستمرار من لقاءات تتم بين المملكة العربية السعودية في شخص قادتها ورجالات دول العالم. ولا شك أن زيارة الرئيس الأمريكي كارتر للمملكة العربية السعودية، والتي تعد ثانية زيارة رسمية يقوم بها رئيس أمريكي، إنما تمثل الثقل السياسي للمملكة العربية السعودية، وأنها محور اهتمام كل الشعوب التي في طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية. الآن اتخذ الزعيمان طريقهما إلى داخل الصالة الملكية في مطار الرياض، والتي ضجت بالأنوار بينما ارتفعت الأعلام السعودية والأمريكية رمزا للصداقة وما يجمع الشعبين الأمريكي والسعودي على الولاء للقيم والعمل من أجل صالح الإنسان في كل زمان ومكان. أيها الإخوة، من المشاهد الرئيسية في استقبال اليوم مجموعات كبيرة من جيش الملك عبد العزيز، الذين على كواهلهم قامت هذه المملكة الفتية، والتي هي اليوم عنصر فعال في مجال العلاقات الدولية. وهؤلاء هم الخوية بملابسهم الجميلة وسيوفهم الذهبية، وتتخذ الترتيبات الآن بعد أن يستريح جلالة الملك مع ضيفه الكبير في الصالة الملكية، وهما الآن لعلي أشاهدهما من هذا المكان الذي أتحدث إليكم منه، وهما يتبادلان عبر المترجم عبارات المجاملة والتقدير. وبلا شك المجاملة، لأن كل ما يجمع الشعوب هو المحبة والتقدير، والمملكة العربية السعودية وفي طليعتها جلالة الملك وسمو ولي عهده الأمين دائما لهما
باع طويل في مجال تأسيس وتقوية العلاقات بين الزعماء والرؤساء الذين يفدون إلى المملكة. تدار في هذه اللحظات القهوة العربية، وأترك للزميل الآخر لكي يواصل حديثه عن هذه اللحظات التاريخية. أيها الأخوة المواطنون، أيها الأخوة المشاهدون، وكما عبر لكم الزملاء عن وقائع هذا الاستقبال الكبير، حيث تستقبل اليوم الرياض فخامة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في زيارة رسمية لهذه البلاد، حيث يحل ضيفا عزيزا على جلالة الملك خالد بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز. وحيث نتطلع إلى أهمية هذه الزيارة بما يعود بالخير بحول الله لصالح البلدين والشعبين الصديقين بصفة خاصة، وصالح شعوب ودول العالم بصفة عامة. أيها الأخوة، ولقد ركزت الصحافة العربية والمحلية والعالمية على أهمية هذه الزيارة، وأفردت اليوم ملاحق وصفحات مختلفة تناولت بالتحليل وبالاستطلاعات وبالأرقام أهمية هذه الزيارة، وعبرت بوضوح تام عن المكانة الرفيعة التي تحتلها المملكة العربية السعودية، والتي تستقطب بهذه المكانة دول العالم أجمع، حيث تأتي زيارة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر لهذه البلاد انطلاقا من هذه المكانة الرفيعة وما تلعبه المملكة العربية السعودية من دور فعال وإيجابي على مختلف الأصعدة العربية والدولية. أيها الأخوة، ما زال جلالة الملك خالد بن عبد العزيز حفظه الله وضيفه الكبير داخل صالة التشريفات الملكية، وهما يتبادلان عبارات الود والتحية في هذا اليوم المشهود في تاريخ المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. أيها الأخوة المواطنون، وتستعد الآن الوفود الإعلامية لالتقاط لحظات مغادرة جلالة الملك خالد بن عبد العزيز حفظه الله وضيفه الكبير فخامة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، حيث يقف الجميع هنا إلى جوار السيارة الملكية التي ستقل جلالة الملك وفخامة ضيفه الكبير. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوة المواطنون، العالم كله الآن يتطلع بعين الثقة، بعين الأكبار إلى هذه البلاد، إلى المملكة العربية السعودية، إلى هذه الدولة بقيادتها الرشيدة الحكيمة، حيث تنظر كما قلنا بعين الإجلال والإكبار يرقبون معنا عبر الصورة الحية المنقولة عبر الأقمار الصناعية إلى مختلف دول العالم أجمع، يتطلعون
بعيون ملؤها الإكبار والتقدير لدور المملكة العربية السعودية في كل محفل عربي ودولي، وإلى كل تطلع نرسم فيه الخير تلو الخير لشعوب العالم ودوله. اللحظات تتخذ استعدادا الآن استعدادا لمغادرة موكب جلالة الملك خالد بن عبد العزيز حفظه الله وضيفه الكبير فخامة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر. والتلفزيون يسجل لكم لحظة بلحظة وقائع الاستقبال ومغادرة المطار، حيث تعيشون بالصورة الحية معنا من خلال الشاشة، ويعيش معنا العالم أجمع عبر الأقمار الصناعية، ونحن ننقل لكم وقائع هذا الاستقبال الكبير. أيها السادة، وتسعد الرياض اليوم، تسعد بهذا اللقاء كما تسعد مع هذا اللقاء قلوب الملايين من أبناء هذه البلاد. وفي هذه اللحظات أيها الإخوة، يتجه جلالة الملك خالد بن عبد العزيز حفظه الله وفخامة